يمكن لما اديناش هذا هذا نديروه في 2025. السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بجميع، حياكم الله وبياكم. نخليكم مع الفيديو، وهذا هو الفيديو اللي خصكم تسمعوا ليه. يمكن المغرب هاد كاس افريقيا يخسر في الدور الجاي كرة القدم ماشي كاين، او يخسر في الدومي فينال وما يجيبش الكاس، باش نحكموا ما عندناش كره. اسمح لي، احنا غنعرفوا بان كرة القدم ماشي 90 دقيقة خطا تحكيمي او خطا فردي لشي لاعب نضرب به مشروع ديال دولة كامل اللي غادا في واحد النهضه كرويه كبيره، ولات خلينا ناخذ موديل ديال لافريك من ناحيه النهضه الكرويه. هذا الكلام اللي كتقوله السي زكي، انا كندوي بحكمه، ما كندويش بالعاطفه ديال الشارع او ماشي العاطفه، هذه القرايه، لا ماشي القرايه، واحد اللي كنقول لك انا كيف كنشوف الامور. يمكن الا ما ديناهاش هذا عام هذا نديروه في 2025، ولكن شريطات تبقى هاد الاستراتيجي ديال العمل ديال التكوين ديال التطوير ديال النهوض بالانديه، مازال زيد لقدام، ديال مراكز التكوين، نعمو مراكز التكوين ديال محمد السادس في جميع الجهات، السياسه اللي حاصلتنا نزيدو نتعاونوا فيها، اما باش نخسر غدا مع كوت ديفوار، نخسر مع غانا، ولا نخسر مع معنا فهذا في حد ذاته ظلم. واخا بدو الزكي من الناس اللي قالوا بانه هذا الجيل اللي في المنتخب يستحق الكاس، ياك طبيعة الحال كأجيال أخرى اللي كانت وما خدش الكأس، كأجيال أخرى طبيعة الحال الجيل ديال 2004 كان اللي كان وصف البطل كان مشى لمصر باش واحد المرشحين ما داش في الدور الأول، باش يجي حتى إصابة في الدور الأول، ديما كتوقع هذا الكأس كتوقع، ولكن هذيك الساعة كانت وقت، ودابا وقت كنا بعض الخطرات كيكون عندنا منتخب قوي ولكن كورتنا فيها مشاكل تسييرية، فيها مشاكل ديال الانفراستركتور، فيها مشاكل ديال المصداقية ديال الكرة، كتوصل مثال كيبقاو 4-5 الماتشات وتسلي البطولة، وبدا نسمعوا لا هذاك الماتش راه مبيوع، لا هذاك دابا الان سالينا. على العموم المنتخب المغربي ادى الواجب ديالو، قام بواحد المباراة كبيرة، الا ان للاسف الشديد انتم شفتوا المقابلة كي دايرة، كانت حظوظ قليلة جدا، ضيعنا فرص، ضيعنا بيلانتي اللي كان عنه المفروض ما يضيعش كاع، يعني ولا سيما في ديك الدقائق هذيك. الاضافه للعوامل اللي جعلت المنتخب المغربي يخسر، هو العامل الاول عنده الغيابات، حكيم زياش اللي كيحرك الجناح الايمن، بوفال اللي كيحرك الجناح الايسر، هادو كانوا كيؤديو واحد المهام كبيره داخل الفريق، ملي كتكون تشوفوا ديك الجدارات كانوا كيديروا ديك الاختراقات كيخترقوا داك هذا، كيصيدوا اما كيصيدوا على خطا، اما انهم كيمروا كرات حاسمه على اثر هذه الكرات، كتكون الناتج ديالها اما اهداف اما انها كتكون كتزعزع الخصم. بالاضافه للاختيارات ديال المدرب اللي اختار بعض اللاعبين يعني ما عندهمش الجاهزيه الكامله، بحال سليم املح والمزراوي، هذو كانوا ضعاف كاع، ضعاف جدا، لان الغيابات بعد انهم كانوا معطوبين كان من الممكن يدخل مثلا عرفت المزراوي يدخل عطيه الله ويدير الصونجات، او ان عطيه الله يدخل في الشوط الثاني، مادام انه دخل مزراوي في الشوط الاول يدخلوا عطيه الله في الشوط الثاني، وكان كان عندنا بدلاء، ولكن كرة كتبقى حظوظ. راكم شفتوا يعني الاخطاء اللي وقعت فيها، اوقع فيها المنتخب المغربي، بالاضافه الى حكيمي ضيع داك ضربه الجزاء، وهذه مؤثرات كبيره، بالاضافه للاخطاء ديال الحكم، بيلانتي ديال الزلزولي ما حسبوش كاع، بيلانتي ديالهم ما حسبوش كاع، الطرد ديال امرابط هذاك ما كيستحقش الطرد فيها، ممكن خطا ولكن غير مستحق للطرد الحمراء، ولا وعلى اين مازال كأس إفريقيا اللي غادي يكون هنا إن شاء الله تعالى في المغرب 2025. نتمنى الفريق يبقى هو كما هو، ويزيدوا يطوروا المهارات ديالهم، ويزيدوا يلتحموا، ويزيد تكون بعض البدائل، يشوف إضافات لاعبية أخرى، يدخل لاعبين آخرين يدخلهم في التشكيلة،
ثم نبر واحد مسألة ديال أن إفريقيا صعيب باش تلعب فيها. شتو دابا نشوفوا غير اللاعبية البدلاء أو اللاعبين اللي كانوا جالسين في احتياط أو الجمهور كيتعرقوا بدون أن يلعب باش تعرفوا الحرارة والرطوبة حتى هي من المؤثرات. وراكم شتو اللاعبية كيفاش أيضا العياء حكيمي كيفاش عيا سالم أملاح شتو داك الشوتة ديال الكرة وشاديك ديال اللاعبين ليك.